اتكلمنا قبل كده على الحاله الصفريه. لو انت ما اتفرجتش على الفيديو ده هتلاقيه حالا موجود فوق في اعلى الفيديو دلوقتي او في الوصف اسفل الفيديو. وكمان خدنا الحاله الشرطيه الاولى الاف، طبعا لو ما اتفرجتش على الفيديو هتلاقيه برضو اسفل الفيديو او موجود حالا فوق في الفيديو. طيب النهارده بقى طبعا هنتكلم على الحاله الشرطيه الثانيه، بس ما ننساش هيبقى في اختبار الكتروني اسفل الفيديو، يا ريت نحله بعد ما نخلص الثلاث فيديوهات، لان ده هيبقى تقييم لينا على مدى فهمنا للثلاث حالات اللي حتى الان، اللي الحاله الصفريه والحاله الاولى والحاله الثانيه. يلا بينا. نبدا بقى مع الحاله الثانيه سكند كونديشنال اف. طبعا نتكلم على الاول عن تكوين الجمله المثبته في قاعده اف اللي هي الحاله الثانيه. طبعا احنا كنا قلنا قبل كده ان اسلوب الشرط بيتكون من اف اداه الشرط وفعل الشرط طبعا وجواب الشرط. واتفقنا ان احنا هنتكلم على المثال الاول ونستنتج منه القاعده، لان يا جماعه القواعد فهم قبل الحفظ. ناخد المثال بتاعنا الاولاني، if he studied more he would get better marks. هلاحظ في الاول ان اف اداة الشرط وهي اللي هو الفاعل واستدت فعل الشرط، بعد كده في الجملة التانية قال للفاعل هي وجاب بعد كده جواب الشرط اللي هو would زائد المصدر. يبقى هنا ممكن اطلع بالقاعدة بتاعتي ان اف لما بيجي وراها فعل الشرط في زمن الماضي البسيط بجيب جواب الشرط would زائد المصدر. هلاحظ معنى الجملة هنا، لو كان هو ذاكر اكتر كان حصل على درجات افضل من كده. طيب ينفع نحط اف في النص؟ طبعا ينفع، بس بالتالي برضو هجيب بعدها برضو فعل الشرط، بس المرة دي قبلها يبقى جواب الشرط. يعني المثال اللي كان عندنا if he studied more he would get better marks، لو قلت هنا he would get better marks if he studied more، هلاحظ احنا حطينا اف هنا في النص فجبنا قبلها جواب الشرط اللي هو would والمصدر، وجي بعدها فعل الشرط اللي هو زمن الماضي البسيط. طبعا الماضي البسيط بيتكون من التصريف الثاني للفعل سواء كان منتظم او غير منتظم. نيجي بقى ازاي اعمل جمله منفيه في الحاله الثانيه. احنا برضو هنتكلم على نفس المثال بتاعنا اللي هو بيقول if he studied more he would get better marks. لما عاوز انفي فعل الشرط اللي بيجي بعد if اللي هو الماضي البسيط، احنا قلنا قبل كده ان نفي الماضي البسيط didn't زائد المصدر. طيب لو عايز انفي جواب الشرط اللي هو would والمصدر، بكل بساطة هتبقى would not زائد المصدر. يبقى الحل عندنا يبقى ايه؟ if he didn't study more he wouldn't get better marks. يعني لو ما كانش ذاكر اكتر ما كانش جايب درجات ايه اعلى. ينفع اجيب اف في النص؟ يبقى الحل عندي he wouldn't get better marks if he didn't study more. ممكن في النفي برضه نستخدم unless اللي هي بتساوي اف المنفية اف نوت. يبقى هنا he wouldn't get better works unless he studied more. نقطة تانية، ازاي بقى اكون سؤال في الحالة الشرطية التانية؟ قال لك طبعا انا عندي نوع من الاسئلة، السؤال بهل اللي هو yes or no question، والسؤال ب wh اللي هو بعد استفهام اللي هو اسمه wh question. هتكلم في الاول على سؤال بهل. نفس المثال if he studied more he would get better marks. طبعا السؤال هنا هيكون على ايه؟ طبعا على اكيد طبعا هيبقى عليه على جواب الشرط. هيبقى الحل عندي بفعل المساعد ايه بقى؟ if he studied more he would ولا would he؟ برافو، would he. يبقى would he get better marks. كل اللي عملته في جواب الشرط would he عكستها بقت هي would، لان دايما في السؤال بتاع الفعل المساعد بيبدا فعل المساعد بعد كده بفاعل بعد كده مصدر. يعني لو كان ذاكر اكتر كان هيحصل على درجات افضل. طبعا الاجابه تبقى yes he would او no he wouldn't. طب ينفع اجيب نفس السؤال بس اجيب ايه في النص؟ طبعا هيجي برضو بعدها فعل الشرط، وانا بس على جواب الشرط هغير الصيغه بتاعته برضو. يبقى الحل عندي يبقى ايه؟ would he get better marks if he studied more. يعني لو كان هيحصل على درجات اعلى لو كان ذاكر اكتر. ازاي بقى اجيب السؤال بعد استفهام اللي هي wh؟ نفس المثال if he studied more he would get better marks. لما عاوز اسال بس اروح هسال برضه على ايه؟ على جواب الشرط. يبقى if he studied more what would he get. في السؤال بتاع اداه الاستفهام بجيب wh الاول اداه استفهام، بعد كده فعل مساعد اللي هو هنا would، بعد كده الفاعل، بعد كده المصدر فعل اللي هو get.
ينفع اجيب ايه في النص في السؤال ده؟ طبعا نفس الكلام برضه، يبقى وات وود هي جيت اف هي ستاديد مور. برضه وات اداه استفهام جاي بعدها وود، بعدها فاعل، بعدها مصدر، والجزء اللي بعد اف مباشره ما غيرتوش اللي هو فعل الشرط. اذا الله عايز عندنا هنا حاجه، ناخد بعض الملاحظات سريعه بقى. اذا نلاحظ ان هنا السكند كونديشنال بتعبر عن مواقف غير محتمله الحدوث. كنا في الحاله الاولانيه بنقول مواقف محتمله الحدوث، بس هنا مواقف غير محتمله الحدوث في المضارع او في المستقبل. يعني مثلا لما اجيب مثال مثلا اقول ايه؟ I am extremely overweight، يعني انا وزني زائد الى حد بعيد. لو انا فقدت الكثير من الوزن سوف اشارك في الماراثون الغد. طبعا لو لاحظنا الكلام هنا غير منطقي. ليه؟ لان مفيش حد بيفقد وزن كتير، لان مفيش حد بيفقد وزن كتير في يوم واحد، فكده طبعا بتعبر عن عدم احتمال حدوث الفعل في المضارع او المستقبل. ملاحظة تانية، الحالة الشرطية اللي في الحالة التانية بتعبر عن مواقف تخيلية او مستحيلة الحدوث في المضارع او المستقبل. مثلا if I had wings I would fly like birds، يعني لو كان عندي جناحات كنت قدرت أطير. هنلاحظ هنا إيه في الشرط، جه بعدها فعل الشرط مضارع بسيط وجواب الشرط would زائد المصدر. نقطة تانية هنلاحظ هنا بنستخدم صيغة if I were في الحالة التانية طبعا لما عاوز أدي إيه نصيحة. لما أكون مثلا بقول you should study hard وعايز أجيبها في حالة if التانية أقول إيه؟ If I were you I would study hard. جيت بعد في بيه برضه ماضي بسيط وجيت برضه في جواب الشرط would والمصدر. بس ملاحظة سريعة هنا إن where جت مع الضمير I، لأن إحنا دايما في المواقف التخيلية أو نصيحة ممكن نستخدم was أو where مفيش مشكلة، بس الأفضل نجيب where. يعني مثلا I have much work today if I wasn't busy أو if I weren't busy، الاتنين صح. I would play football، يعني أنا عندي عمل كتير جدا لو ما كنتش مشغول كنت إيه؟ كنت لعبت طبعا كورة. في ملاحظة تانية، ممكن أستخدم should might could بدلا من would في جواب الشرط. طبعا should لنصيحة، might للاحتمال، و could طبعا للقدرة. يعني مثلا if I were a bird I would fly in the sky، يعني لو أنا كنت طائر كنت أقدر أطير في السماء. ملاحظة تانية بعد كده، في طبعا عندنا أفعال لا تتغير تصريفها لما جاءها في الماضي. يعني مثلا read 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 cut 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 hit hit hit، يبقى أنا دلوقتي بتكلم على إيه؟ على أفعال التلات تصريفات بتوعها زي بعض في الماضي، فبالتالي بنعتبر الفعل ده ماضي إذا لم يضاف له اس مع هي وش ويت، ودي غلطة بنقع فيها وخطأ شائع. إزاي؟ If he read today's newspapers he would know the latest news. طبعا واحد ممكن يقرا له if he read، طبعا غلط، المفروض الصح في الماضي if he read، الفاعل he جبت وراه فعل read ده فعل ماضي لان ما فيش اس، فديت if كده الحالة التانية، if جه بعدها فعل الشرط ماضي بسيط هنا يبقى جواب الشرط would زائد المصدر. يعني لو انا قريت اخبار اليوم كنت قدرت اعرف اخر الاخبار. نقطة بعد كده، اذا كان فعل الشرط had زائد النون او الاسم يعني بيكون جواب الشرط would والمصدر. مثال if I had a car I would drive you to the airport، يعني لو انا معايا كان معايا عربية كنت وصلتك بيها المطار. ملحوظة تانية، اذا كان فعل الشرط had to يبقى جواب الشرط برضه هيبقى would والمصدر. If she had to work she would look for a job as a secretary، يعني لو هي كانت مضطرة تشتغل، لو هي كانت مضطرة تشتغل كانت بحثت عن وظيفة كسكرتيرة. يبقى if جاي بعدها فعل شرط ماضي يبقى جواب الشرط would والمصدر. ملحوظة تانية، إذا كان جواب الشرط would have زائد النون الاسم يبقى فعل الشرط اللي بعد if هيبقى ماضي بسيط برضه. يعني if my son passed the exam he would have a present، يعني لو كان ابني نجح في الامتحان كان حصل على هدية. يعني if جيب وراه فعل الشرط في زمن الماضي وجواب الشرط جاي ايه would have زائد الايه النون. اخر ملاحظة عندنا النهاردة،
إذا كان جواب الشرط would have to ذا ده مصدر فيه هنا تو زيادة اهي، يبقى فعل الشرط هيبقى برضه ماضي بسيط. مثلا if ندى got up late she would have to take a taxi، يعني لو ندى كانت صحيت متأخرة كانت اضطرت تاخد تاكسي. يبقى إذا if جه بعدها فعل الشرط ماضي وجواب الشرط جه would have to زائد اللي هي المصدر. وبكده طبعا وصلنا لآخر درسنا النهارده. طبعا ما ننساش نحل الاختبار الإلكتروني اللي هو في الوصف أسفل الفيديو عشان نقدر نقيم مدى فهمنا للقاعدة. الاختبار الإلكتروني هيبقى على 3 حاجات، على الحالة الصفرية والحالة الأولى والحالة الثانية. وطبعا في نهاية كل فيديو زي ما بنقول وناس كتير بتكسل، بس عشان يبقى تشجيع لينا ونازل دروس أكتر وشرح أكتر لازم طبعا نعمل لايك وشير وسبسكرايب، وطبعا نعلق ونقول رأينا في الفيديو. كان معكم مستر أحمد العبد من دروس تعليمية أونلاين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.